الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال في باب اداب المجلس والجليس، قال: وعن ابي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أجل بيان فضيلة عدم التفريق بين اثنين في يوم الجمعة. وهذا الحديث حديث عظيم. أولا من فوائده قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة. فالاغتسال في يوم الجمعة مستحب استحبابا مؤكدا، قد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولكن الصواب في هذه المسألة أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم أي متأكد، لأن العرب يقولون عن الأمر المتأكد أنه واجب. وجاءت الأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاكتفاء بالوضوء في يوم الجمعة، ولكن لا شك أن الأفضل الغسل، لا شك أن الأفضل الغسل ليوم الجمعة. فقال هنا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة. فإذا هذا الحديث خاص لمن اغتسل، فمن توضأ لا يدخل في هذه الفضيلة. قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. فإذا عندنا الآن الاغتسال مع التطهر وأيضا التطيب، وخاصة إذا كان هذا الطيب من طيب البيت. قال: ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، يعني إذا دخل المسجد لا يفرق بين اثنين، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له. هذا الأمر الرابع: ثم يصلي ما كتب له. فدل على أن الأفضل لمن حضر في يوم الجمعة مبكرا أنه يشغل هذا الوقت بالصلاة، وإن شغله بقراءة القرآن فلا بأس. والإنسان في مثل هذه الأحوال يرى الأصلح لقلبه، وقد يكون الأصلح لقلبه قراءة القرآن، وقد يكون الأصلح لقلبه الصلاة، لكن الحكم العام أن الأفضل في مثل هذه الحالة الصلاة. وإن جمع بين الصلاة وقراءة القرآن بأن يصلي ويقرأ القرآن، وإن أخذ المصحف وقرأ منه فلا بأس إذا أراد التطويل في الصلاة، لأن قد يكون لا يحفظ ويريد أن يطيل، فلا بأس في هذه الحالة أن يقرأ من المصحف، لأن هذه صلاة نافلة لا بأس فيها من القراءة من المصحف كما ذكر أهل العلم. قال: ثم يصلي ما كتب له. الأمر الخامس: قال: ثم ينصت إذا تكلم الإمام. والإنصات واجب، الإنصات للإمام واجب، ولذلك من تكلم لا يحصل على أجر الجمعة. قال: إلا غفر له. هنا الفضيلة: إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يعني أسبوع كامل يغفر له ما عمل من هذه الذنوب في هذا الأسبوع. وفي رواية مسلم قال: وفضل ثلاثة أيام، يعني أسبوع وثلاثة أيام. وهذه فضيلة عظيمة، ولكن لمن عمل بهذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد لهذا الباب قال: فلا يفرق بين اثنين. إذن لا يجوز التفريق بين اثنين في المسجد وفي خارج المسجد، ولكن إذا وجد فرجة فإنه يجلس في هذه الفرجة حتى وإن كانت بين اثنين، لأن هذين الاثنين هما اللذان فرطا. ويدل على ذلك كما استدل لذلك الشيخ بن باز رحمه الله عليه على جواز الجلوس بين اثنين إذا وجدت الفرجة بقصة الثلاثة النفر الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد مع الناس. قال: فأما الأول فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلف الناس،
وأما الثالث فذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض عنه الله. فالشاهد أن هذا الذي دخل في يعني في الحلقة أو في جلوس الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم جلس في فرجة يعني بين اثنين، فدل على أن فعله صواب. فإذا وجدت الفرجة في المسجد ولو كانت بين اثنين فإن الإنسان يجلس فيها. ولكن هنا أمر مشكل عند الناس، يعني تجد بعض يعني المصلين في يوم الجمعة يعني يجعل فرجة قليلة لا تكفي لواحد، يعني الفرجة بينه وبينها الذي جنبه لا تكفي لواحد، فهل يشرع أنك تأمره بأن يتنحى قليلا والذي على اليسار تنحى قليلا ثم تجلس؟ نعم يشرع. لماذا؟ لأن في جلوسهما بهذه الطريقة فيه اعتداء على الناس، لأن الأصل أن تكون الصفوف متراصة ومتصلة في المسجد حتى قبل الصلاة. فإذا وجدت هذه الفرجة ولو كانت يسيرة وكان بجانب هذا الذي على اليمين فرجة على يمينه والذي على اليسار فرجة على يساره، فإنه لا بأس أن يأمرهم بأن يتفسحوا ثم يجلس في هذه الفرجة. المنهي عنه هو أن تجلس بين اثنين يعني متقاربين تقاربا تاما، هذا هو النهي في مسألة التفريق كما ذكر أهل العلم. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل، فدل على أن الأمر هنا حرام، قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، وهذا عام في كل مجلس حتى في المجالس التي تكون في البيوت، ما يحل الإنسان أن يفرق بين اثنين في الجلوس إلا إذا أذن له، فإذا أذن الطرفان له جاز له أن يجلس بينهما. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بإذنهما. يستفاد من هذا أنه لا يكتفى بإذن الواحد، فلا بد من إذن الاثنين، فإذا أذن جاز له أن يجلس بينهما. قال: وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة أو وسط الحلقة، رواه أبو داود بإسناد الحسن. قال: وروى الترمذي عن أبي مجلس أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا فيه النهي عن الجلوس في وسط الحلقة إذا كانوا الناس متحلقين، فلا يحل لرجل أن يأتي في وسط الحلقة ويجلس فيها، بل هذا الحديث يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، لأنه لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اختلف العلماء في ثبوته، فمن صححه قال هذا الحديث يدل على التحريم، قد ذهب الشيخ بن باز رحمة الله عليه إلى صحة هذا الحديث، وهو النهي عن جلوس في وسط الحلقة، وقالوا إن هذا فيه اعتداء على الجالسين، وذلك لأن الذي يجلس في وسط الحلقة فإنه يستأثر بالقرب من المتكلم، أو يعني يحجب الرؤية عن من خلفه من دون إذنهم، فهذه من العلة ذكرها العلم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في وسط الحلقة. وسواء عرفنا العلة ولم نعرفها، فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في وسط الحلقة فإننا يعني لا ننزجر عن النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفعله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.